متابعي حلب اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، اهلا بكم في هذه الاحاطه من عفرين. في اقل من اسبوعين حاله الغرق الثانيه من نوعها التي تسجل في بحيره ميدانكي. فرق الدفاع المدني انتشلت امس جثمان طفل توفي غرقا في البحيره. رغم تحذيرات فرق الدفاع المدني المتكرره من السباحه في هذه البحيره، لكن للاسف لا زالت تسجل حالات غرق، ولا يكاد يمضي شهر دون تسجيل وفيات في البحيره. معدل حالات الغرق هذا العام كان منخفضا نسبيا، ويعود السبب لوجود فرق تطوعيه من الدفاع المدني انشات لها نقاط بالقرب من مناطق السباحه والاستجمام، ما ساهم بانقاذ حياه العشرات. ويؤكد الدفاع المدني أن البحيرة غير صالحة للسباحة بسبب برودة مياهها وأرضها الطينية. تحت إشراف مديرية التربية والتعليم في غصن الزيتون، بدأت اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية من الصف الأول وحتى الصف الثامن، وستستمر الامتحانات على مدار 7 أيام. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الجامعية في فروع جامعة غازي عنتاب الأسبوع المقبل، علما أن الجامعة تضم الفروع التربوية كالإرشاد النفسي ومعلم الصف واللغة التركية وخمسة أفرع أخرى. وكان هناك مطالبات بفتح فروع علمية وصحية في الجامعة التي مضى على وجودها في مدينة عفرين 5 سنوات، وتضم كوادر تدريسية محلية بإشراف من مدرسين ودكاترة أتراك. سجلت أسعار زيت الزيتون في عفرين أرقاما قياسية، فقد وصل سعر تنكة الزيت ل80 دولارا للأنواع الجيدة، وذلك حسب جودة ونسبة الأسيد في الزيت كما متعارف عليه في المنطقة، فيما تتراوح بقية الأسعار ما بين 80 و70 دولارا. الارتفاع في سعر الزيت لأول مرة تشهده المنطقة، فطوال الأعوام السابقة لم يتجاوز سعر تنكة زيت الزيتون 50 دولارا في أفضل الأحوال. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.